بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله معكم مهندس محمد عادل البطل. ان شاء الله ده اول توتوريال لماده الووتر اند ويست ووتر تريتمنت. مبدئيا كده نتكلم. اول حاجه عايزين نتكلم عنها كورس وورك. كورس وورك هيكون عندكم كالتالي: في 7% ان كلاس اسسمنت 1 و7% ان كلاس اسسمنت 2 و10% ان كلاس اسسمنت 3. الكلام ده يديك 24%، هتبقى 16% دول هيبقوا turned in submission. هتعمل ريبورت. الريبورت ده هيبقى توبكس احنا هننزلها فيما بعد. التوبكس دي هتختار منها توبك وتعمل عليه ريبورت ويبقى في اورال ديسكشن. خلينا نبدأ أول حاجة كده. مبدئيا ايه اللي هنتكلم عنه السمستر ده؟ لو الناس تفتكر من قبل كده احنا الترم اللي فات كنا بنتكلم عن ايه؟ اتكلمنا أول حاجة عن إن أنا عندي مياه، المياه دي مثلا في نهر النيل. كنا بنعمل حاجه اسمها كوليكشن وورك لو تفتكروا، كان حاجه اسمها انتيك وانتيك كوندوت، ان انا ازاي اخد الميه دي من نهر النيل. بعد ما خدت الميه من نهر النيل بعملها حاجه، بعملها تريتمنت، بعالج الميه دي. بعد ما عالجتها بعملها ستورج، ان انا بخزنها. كنت بخزنها السنه اللي فاتت في الفيتيتي، كنا بنصمم الفيتي تانك ده بخزن فيه الميه. بعد كده كنا بنعملها ديستريبيوشن عن طريق ديستريبيوشن نتورك. الستيج بتاع الكوليكشن والستورج والديستريبيوشن، الثلاثه دول اتكلمنا عنهم ايه السمستر اللي فات. اللي بقى يهم محتاجين نتكلم عنه السمستر ده التريتمنت، اللي هو ايه؟ ان انا بعد ما خدت المايه من نهر النيل، المايه دي مش هوديها للناس غير لما اعملها تريتمنت، اعملها تنقيه، لان المايه دي مش هتبقى صالحه للشرب. التريتمنت بتنقسم لثلاث حاجات: حاجه اسمها سيدمنتيشن، حاجه اسمها فلتريشن، حاجه اسمها ديس انفكشن. سريعا كده، السيدمنتيشن مبدئيا هي المايه دي بيبقى فيها حاجات اسمها سسبندد سوليدز. السسبندد سوليدز دي سوليدز موجودة في المية، أي حاجة سوليد موجودة في المية عايز أتخلص منها. وعندي حاجة اسمها كوليديال سوليدز. الحاجتين دول الملوثات، النوعين الملوثات الموجودين في المية دول بكون عايز أتخلص منهم. فبتخلص في أول مرحلة السيدمنتيشن دي، بتخلصي من جزء من إيه السسبندد سوليدز. الفلتريشن ودي السيدمنتيشن اللي هي بالعربي الترسيب، إن أنا إيه شيء عندي بيترسب. حلو، بعد دي اول ستيج. بعد كده الفلتريشن، ان انا محتاج خلاص اتخلصت من جزء من السسبند سوليد. الفلتريشن دي اللي هي بالعربي التنقيه، ان انا محتاج اتخلص من بقيه السوليدز او بقيه اي بقيه الشوائب الموجوده عندي في الميه. بعد كده الديس انفكشن. ديس انفكشن ده بالعربي اللي هو اي تطهير، ان انا عايز اطهر الميه. ده لو اي حد فيكم طبيعي في البيت مثلا فتحت الحنفيه، احيانا بتلاقي ان فيها ريحه كلور. هو الكلور ده ان هو بيعمل ايه تطهير ايه للميه، ان هو بيموت البكتيريا اللي موجوده فيها. يعني ديس انفكشن دي بتخلص البكتيريا اللي موجوده ايه في الميه. خلينا نبدا ايه اول حاجه. مبدئيا انا بتكلم هنا عن ايه، عن تريتمنت بلانت. بتكلم ان انا عايز اعمل محطه معالجه للميه. عندنا نوعين من الووتر تريتمنت بلانت، حاجه اسمها سلو ساند فلتر، وحاجة تانية هنتكلم بعديها اسمها رابيد ساند فلتر. تعال اشرح سريعا الشكل ده. لو تفتكروا ده نفس كان في شكل زي ده السنة اللي فاتت، كنا كل مرة بناخد جزء منه. نفس الكلام ده هنعمله السمستر ده. انا عندي كذا حاجة، كل الحاجات دي هصممها وهتكلم عنها ليتر اون، بس خلينا نتخيل كده. انا عندي اول حاجة هنا اسمها سلو داون شامبر. سلو داون شامبر دي زي اوضة بتعمل سلو، بتستعمل سلو داون للفلو، يعني بتهديلي الفلو اللي داخل عندي شوية. بعد كده عندي حاجه اسمها سكرين. ايه السكرين ده؟ السكرين دي هي عباره عن ان انا زي مصفى، ده بالعربي او شبكه، ان هي شبكه فيها فيرتيكال بارز كده. وظيفه الفيرتيكال بارز دي ان هي بتمنع لي اي حيوانات ميته ان هي تكمل معايا، تدخل معايا لبقيه المحطات، لبقيه اجزاء المعالجه، بقيه ستيبس بتاع المعالجه. والسكرينز دي اول وظيفه ليها. طب ايه تاني وظيفه ليها؟ مثلا لو ان انا عندي شجر، لو عندي اي حاجه، اي big floating matters، اي مواد بتبقى floating كبيرة بتوقفها. بقى عندي حاجة اسمها great removal chambers. في great removal chamber دي بتخلص مثلا لو عندي اي grits اللي هو الحبيبات الصغيرة اللي هي زي الساند والكلام ده، بتخلص فيها في الجزء ده. بقى عندي حاجة اسمها primary settling tank. ده اول تانك نبتدي نصممه، ده اسمه primary settling tank او primary sedimentation tank. ده اول تانك ايه هنبتدي نتكلم عنه كمان شوية. بعد كده عندي فلتريشن، بعد كده ديس انفكشن التنقيه، بعد كده وديتها ريزرفوار، بعد كده هاي ليفت بامب، بعد كده الفيت التاني. الكلام ده الفلو لاين دايجرام بتاع السلو ساند فلتر. عندي حاجه تانية اسمها ايه، اسمها رابيد ساند فلتر. ايه الفرق ما بين الاثنين؟ كل الفرق ان انا السلو ساند فلتر ده من اسمه هو سلو، فهو بينقي الميه بطريقه بطيئه شويه. حلو،
فده بستخدمه غالبا للمدن الصغيره. الرابيد بينقي الميه بطريقه ايه سريعه شويه، فنتيجه ان السرعه دي بضيف تنكين زياده، التنكين دول بيتخلصوني من بعض البارتكلز نتيجه السرعه، ما بقدرش اتخلص منها بكفاءه كويسه. فبقى عندي حاجه اسمها فلاش ميكسينج تانك او فلاكيوليشن تانك. دول ايه اللي اتضافوا في الرابيد ساند فلتر. وهنا ده لو دول ريكتانجل، ولو سيركلر بنحط التنكين جوه بعض، يعني احط حاجه اسمها فلاكيوليشن زون وحاجه اسمها سيدمنتيشن زون واسميه كلاري فلاكيوليتر. الفلاكيوليشن تانك ده اللي هو ايه فلاكيوليشن زون، والفلاش ميكسنج تانك ده يعتبر كانه سيدمنتيشن زون الجزء اللي بره، فكاني ضميت الاثنين دول حطيتهم ايه في تانك ايه واحد. اول خطوه من اول جزء بنتكلم عنه النهارده، او اول جزء احنا اتفقنا ان انا عشان انقي ميه عندي ثلاثه ستيجز، سيدمنتيشن فلتريشن، بعد كده اخر حاجه ايه سيدمنتيشن فلتريشن، واخر حاجه ديس انفكشن اللي هو التطهير. جميل. اول جزء عايز اتكلم عنه النهارده اللي هو السيدمنتيشن. السيدمنتيشن ده احنا عندنا حاجتين من السيدمنتيشن، عندي حاجه اسمها بلين سيدمنتيشن وعندي حاجه اسمها كيميكال سيدمنتيشن. خلي الكيميكال سيدمنتيشن دي نتكلم عنها ليتر اون. البلين سيدمنتيشن ايه هو البلين سيدمنتيشن؟ الموضوع ببساطه كده ان انا عندي تانك ميه، تانك حاجه زي كده، التانك ده الميه اللي داخله من هنا، الميه دي فيها سوليدز، فيها سوليدز ليها ايه السوليدز دي، دي بنسميها سسبندد سوليدز. انا السوليدز دي عايز اتخلص منها. السوليدز دي لو انا بلين سيدمنتيشن، السوليدز دي نتيجه السوليدز دي بيبقى ليها وزن، نتيجه وزنها بيحصل لها ايه بتهبط، بيحصل لها سيدمنتيشن، بيحصل لها ترسيب تحت، تترسب تحت تكون لي حاجه هنا في القاع كده بنسميها ايه، بنسميها سلادج. حلو. يعني اذا هي هتتسرب هتترسب نتيجه ايه، نتيجه وزنها. فبالتالي بقى عندي حاجه اسمها ريتينشن تايم اللي هو التي ال ار، او اللي هو ال ار تي، او اللي هو التي عامه. التي ده بنسميه ريتينشن تايم. ايه ريتينشن تايم؟ ده زمن بسيب البارتكلز دي جوه التانك بحيث ان هي ايه تترسب نتيجه ايه وزنها. ده تايم بحتاج ايه اوفره له جوه السيدمنتيشن تانك. طب ماشي، طب البارتكلز دي خلي بالك والميه الفلو داخل بتاعها هنا، لو الفلو ده داخل وسرعته قويه، هل البارتكلز دي هتلحق تسقط بالطريقه دي؟ لا، هي البارتكلز دي لو السرعه قويه هتلاقي البارتكلز دي الميه داخله بسرعه بالبارتكلز هتلاقيها خرجت بسرعه. يعني اذا المفروض في حاجه بتكنترول موضوع السبيد هنا، دي هنتكلم عنها ايه ليتر اون، بس بدي كلام حاجة. دي شكل البارتكلز، وبعد كده لما بسيبها بديها ريتنشن تايم جوه التانك بتبتدي تترسب وتنزل تحت، بيبقى حاجه ايه بالمنظر ده. ايه الديزاين كرايتيريا اللي انا محتاجها ان انا عشان اصمم سيركلر او ريكتانجلر سيدمنتيشن تانك؟ اول حاجه الريتنشن تايم. اتفقنا الريتنشن تايم ده ايه وقت بسيب التانك فيه. احنا اتفقنا ان التانك اللي موجود عندي ده، التانك ده المايه اللي داخله دي فيها سسبندد سوليدز، فيها سوليدز ليها وزن، الوزن انا بحتاج اسيب السوليدز دي شويه جوه المايه بحيث ان هي تنزل ايه نتيجه وزنها. الريتنشن تايم قال لك بتاخده من بتفرده من ساعتين لاربع ساعات. طب انا معايا الريتنشن تايم من زمان اصلا من ووتر وان، احنا دايما كنا في اي مساله في الووتر بيديك ايه في المساله؟ كنت بديك بوبيليشن وبديك افريج ووتر كونسومشن، وانت ايه اول خطوه بتحسبها؟ بتحسب الكيو ديزاين اللي هو population في average water consumption على 1024 في 60 في 60. لا الكلام ده جميل. يعني اذا انت تعرف تحسب الكيو لو معاك population average water consumption، نعرف نحسب الكيو. حسبت الكيو اضربها في التايم، الكيو في التايم هيديك ايه الكباسيتي، دي الكباسيتي بتاع التانك. عندي حاجه هنا اسمها surface loading rate. ايه surface loading rate ده؟ surface loading rate ده هنا بيقول لك الرينج بتاعه من 25 ل 40 متر كيوب لكل متر سكويرد بير دي. طب ده اللي هو بيعبر عن ايه؟ ده بيعبر لي عن ايه؟ تخيل ان انا خدت سيكشن كده في التانك اللي موجود عندي، ده بيعبر لي عن كميه الميه. يعني لو ده التانك اللي موجود عندي وانا باصص للسيرفس بتاعه، وانا باصص للسيرفس بتاعه ده التانك اللي موجود عندي، هو بيعبر لي عن كل متر مربع الكيو اللي موجود عليها قد ايه؟ يعني الفلو اللي موجود في كل متر مربع. طب انا عرفت الكلام ده منين؟ مش دي متر كيوب بير دي اللي هو كيو. حلو. لكل متر سكوير، فهو بيعبر لي عن ايه الفلو اللي موجود لي لكل متر مربع، فده الرينج بتاعه. وعندي السيرفيس لودنج ريت ده اصلا ده هيساوي ايه؟ خلاص وانا بيعبر لي عن هيساوي كيو ديزاين اللي موجود عندي على السيرفيس اريا، فيها ما فيهاش اي مشكله دايركت، ان انا الكيو ديزاين اللي انت جبتها اصلا عن طريق ان انت عرفت عن طريق عدد الناس على السيرفيس اريا. سيرفيس اريا مثلا وليكن ان ده العرض بي، وده ده وليكن ده العرض بي، ودوت ال لينس.
فهو البي في القلب مفيهاش مشكلة. بعد كده الدبس، الدبس هيساوي الكباستي على السيرفس اريا. الكباستي انت جبت الكباستي من اول خطوة على السيرفس اريا، ودي رينجها من 3 ل 5 متر. بعد كده عندي تو كيسز، لو التانك كده سيركلر هيبقى السيرفس اريا ان اوف باي اوفر 4 فاي سكويرد. خد بالك هنا ان الفاي هتكون هنا، الفاي دي لازم تكون اصغر من او يساوي 35 متر. عندي حلين، انا هنا السيرفس اريا معايا الان والفاي هما المجهولين. افرض الفاي ب 35 وهات الان، وخد بالك ان الان دي المينيمم بتاعها 2، او اعمل العكس ايا كان. او اعمل العكس ازاي؟ ان انت حط الان برقم وهات منها الفاي ايا كان هتعمل انهي فيهم. اللي يهمني ان الان تكون اكبر من او يساوي 2، وان الفاي تكون اصغر من او يساوي 35. ده لو تانك سيركل. طب لو التانك ريكتانجل، قال لك السيرفس اريا بتساوي ان في ال في بي، دي السيرفس اريا. طب والبي يعني انا ان في ال في بي سيرفس اريا معايا، انا مش معايا ايه؟ طب هل الان ده مش الان معايا؟ لا الان مش معايا. ال معايا لا، او البي لا. قال لك ان البي بتساوي من 2 ل 3 دي، وال بيساوي من 3 ل 5 البي. تعالى بعد كده، طب انا ماشي من الكلام ده خلاص، عملت الديزاين وجبت الدايمنشنز بتاع التانك وات ايفر هو سيركل او ايه ريكتانجل. عندي اتنين تشيكس، انت لو تفتكر في الاول لما قلت لك الفي هوريزونتال السرعه اللي ماشي هنا دي، السرعه دي لو السرعه دي زايده قوي او لو السرعه دي برقم كبير، انت هتلاقي البارتكلز دي مش هتلحق تترسب، هتروحي رايحه على طول خارجه بره، مش هتلحق ان انا ايه تنزل بالطريقه دي لو الفلو اللي ماشي ماشي قوي جدا وسريع. جميل جدا. فانا عندي حاجه المفروض تلمت الموضوع ده. قال لك ايه؟ قال لك عندنا حاجه اسمها الهوريزونتال فيلوسيتي. الهوريزونتال فيلوسيتي قال لك دي المفروض تكون اصغر من 0.3 متر بير مينت. يعني اذا هو مديك رينج المفروض ان هي تقل عن 0.3 متر بير مينت. ليه؟ لان لو زادت عن 0.3 متر بير مينت هتروحي ماشيه المايه خارجه على طول، السوليدز دي مش هتلحق تترسب. جميل. طب دي اصلا ليها رول الفي هوريزونتال. طب ايه الرول بتاعها؟ كيو على الان في البي في الدي، او الرول ده الرول ده اصلا جاي بناء على ايه؟ خلينا نتخيل ان ده مثلا، خلينا نتخيل ان ده التانك اللي موجود عندي، التانك اللي موجود عندي ده اللينس بتاعه والعرض اللي جوه بي، ودوت ايه الدبس دي. انا عايز احسب السرعه، السرعه بتساوي ايه؟ الكيو اصلا بتساوي اريا فيلوسيتي، يعني الفيلوسيتي بتساوي كيو على اريا. يعني الفيلوسيتي بتساوي الكيو، انا عارفها اللي هي الكيو ديزاين اللي انا حاسبها. طب ايه الاريا؟ قال لك دي الاريا العموديه على اتجاه السرعه. طب دي هتعرفها ازاي؟ قال لك إيه؟ مش السرعه دي داخله كده خلاص، يبقى الاريا العموديه ادي ده الطول بتاعها اللي هو الدبس اللي هو بدي في العمق، العمق اللي هو ماشي لجوه. العمق اللي هو ماشي لجوه ده قيمته ازاي؟ بكام؟ ده ال وده ايه؟ بي اللي هو العمق اللي هو. يعني اذا الفي هوريزونتال هتساوي البي على الدي، الفي هوريزونتال هتساوي الكيو على الاريا اللي هي البي في الدي. ده اللي ايه موجود هنا، كيو ديزاين على البي في الدي. طب ايه الان؟ الان ده ان انا عندي كذا تانك مختلف. الكلام ده طب هتقول لي الكلام ده ايه لو ريكتانجل؟ مبدئيا انت الحاجات دي انا بفهمك، بس هي الفكره جت بتاعتها منين، لكن انت عامه كامتحان او ككلام من ده الحاجات دي انت المفروض القوانين ان انت المفروض حافظها عشان مش هيبقى في وقت للكلام ده. الفي هوريزونتال كيو على الان في البي في دي، او هنا لو ان انا سيركل. قال لك طب لو انت سيركل هتاخدها ايه؟ قال لك لو ان انت سيركل، تخيل معايا ادي دي سيركل، الميه هتدخل من هنا. قال لك خد لي السيرفس ده، يعني شايف الجزئيه دي؟ قال لك دي تعتبر ايه الاكس، ايه الاريا العموديه، يعني مش الفي دي كيو على الكروس سكشنال اريا او الاكس اريا، كروس سكشنال اريا اللي هي الاريا العموديه. قال لك الاريا العموديه الاريا دي. طب الاريا دي جايبها منين؟ انا السيركونفرنس بتاعي كله هو باي فاي، طب نصه اللي هو باي فاي اوفر 2. طب وانا عشان اجيب دي اريا باي فاي اوفر 2 واضربها ايه عشان تكملها لحد تحت، هتبقى باي فاي اوفر 2 في الدبس، ودوت ايه اللي معمول هنا باي فاي اوفر 2 في الدبس، والان ده لان هم كذا تانك. دي اللي ايه الهوريزونتال فيلوسيتي. طب بعد كده عندي حاجه، اخر حاجه موجوده عندي، حاجه اسمها هيدروليك لودنج. ايه اصلا الهيدروليك لودنج ده؟ قال لك ايه؟ قال لك انت الميه اللي موجوده عندك دي، ده حاجه اسمها بنسميها معدل خروج الميه، اللي هي الميه اللي نقيتها. يعني ايه معدل خروج الميه؟ بص ده شكل التانك معايا، ركز معايا كده في النقطه دي. دلوقتي ده التانك، حلو؟ انا كنت بقول لك التانك ده بيكون عرضه بي، ده العرض اللي هو البي.
ادي ده الايه، البي من هنا لهنا. طب واللينس بتاع التانك؟ اللينس اللي هو كده وكده، ايه مكمل لحد الاخر، ده اللينس. جميل جدا. طب الناس دي مبدئيا، هو التانك ده هنا، التانك ده بينظفوه فهو واقف مش شغال. طب التانك ده لما بيشتغل ايه اللي بيحصل؟ طبعا مفيش عمال لما بيقفوا، المايه بتفضل تعلى 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 تعلى، عليه المايه لحد ما توصل، لا عند ايه الليفل ده يعني، لحد ما توصل لده. الجزئيه دي يعني الحته دي مثلا، لو الحته دي زي يو تشانل يعني، انا لو خدت مثلا سيكشن قلت ابص هنا ايه الدنيا، هتلاقي ان انت عندك تشانل حاجه بالمنظر ده. التشانل دي بتبقى واخده سلوبس. يعني ايه واخده سلوبس؟ يعني التشانل دي مثلا واخده سلوب ميل نازله كده، ودي نازله كده، ودي مثلا نازله كده، ودي نازله كده، وهنا مثلا في بلاعه، والبلاعه دي مثلا هتصرف في المرحله اللي بعديها. حلو. اليو تشانل دي عامه، اللي هي اللي واخده اليو تشانل دي عامه، انا هنا ده بنسميه وير. يعني ايه وير؟ لو تفتكروا من وير ده اللي هو بالعربي هضار. يعني ايه هضار؟ انا الميه عامه لما بتعلى، يعني انا الميه لما هتعلى في التانك، يعني خلينا ده شكل الوير، وليكن وشكل التانك حاجه زي كده. المايه دي لما هتقعد تملى التانك تملى التانك تملى التانك تملى التانك تملى التانك، مليته، هيبتدي المايه دي تعمل جامبنج كده، تعمل جامبنج كده. يعني ايه تعمل جامبنج كده؟ هتبتدي تروح للوير ده اللي هو الهضار اللي هو اللي موجود هنا. المايه دي تخيل معايا، المايه هنا زادت زادت زادت، فضلت تعلى، هتبتدي تعمل جامبنج، تروح هنا وتروح هنا من ناحيتين، وهنا تروح هنا وتروح هنا من ناحيتين، ونفس الكلام في بقيه الايه الويرز اللي موجوده. طب ايه الفكره، ايه فكره الستيب دي؟ يعني ليه المايه اصلا تروح هنا؟ خد بالك معايا، المايه اللي موجوده دي فيها سسبندد سوليدز، دي فيها مواد يعني فيها بارتكلز وزنها كبير. فانا ايه فكرتي في كده؟ فكرتي ان المايه اللي هتعلى وهتبقى هتطلع لحد فوق دي المايه النظيفه. يعني هي المايه النظيفه هتفضل تعلى 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 تعلى، تروح لحد ما هتبقى فوق، وتروح ايه رايحة جوه الوير، ودي داخلة جوه الوير. يعني وليكن ان المايه مثلا هتدخل من هنا من تحت، مثلا من هنا هتقعد تعلى 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 تملى التانك، المايه النظيفة خالص هي هتروح نازلة ايه، هتروح ايه رايحة ايه للهضار للوير. المايه اللي هتروح للهضار دي، وليكن ان الهضار ده واخد سلوب كده مايل للناحية دي، وده مايل للناحية دي، وده مايل للناحية دي، السلوبس دي مثلا هتودي على بلاعات، وليكن ان في بلاعة هنا وفي بلاعة هنا، البلاعات دي هتاخد المايه وتوديه على النكست ستيج. ايه النكست ستيج؟ قال لك النكست ستيج دي ديت اللي هي ايه الفلتريشن. لحد دلوقتي المشكله دي في مش... لحد دلوقتي النقطه دي تقريبا واضحه. طب الكلام ده لو ان انا ريكتانجل، طب لو ان انا الشكل بتاعي سيركل، قال لك خلاص هو لو الشكل بتاعك سيركل، هي السيركل هتبقى حاجه زي كده وبتبقى حاجه زي كده. طب فين الوير او الهضار بتاعي؟ الميه بتتملي وتخرج كده، تخرج كده، تخرج كده، تقعد تتملي لفوق وتخرج. أول جزء ده، أول جزء المايه بعد ما تتملي هتقعد إيه تخرج بالطريقة دي. أول جزء اللي هو السيدمنتيشن تانك كله سهل، ما عدا هي الحتة بتاعت الهيدروليك لودنج، هي دي اللي فيها شغل. قال لك الهيدروليك لودنج ده إيه؟ ده معدل خروج المايه، يعني المايه اللي هي اللي خارجة رايحة الهضار دي معدل خروجها. قال لك المعدل ده المفروض يكون ما بين 150 ل 300 متر كيوب لكل متر، دي المفروض لكل متر سكويرد بير داي. حلو. طب المعدل ده اعرفه منين؟ جميل جدا، ده سؤال مهم. دلوقتي انا مثلا لو عندي تانك ريكتانجل حاجه بالمنظر ده، التانك الريكتانجل ده العرض بتاعه بي، واللينس بتاعه ال، ايا كان هو اللينس رايح لحد فين، اللاين اللي انا عامله ده لاين الوير. احنا مبدئيا بنفرض ان انا عندي الهضار على عرض بي في الاول كده خالص، انت التانك ده هيتملي المايه هتخرج كده صح؟ طب معدل خروج المايه هيبقى بيساوي ايه؟ كيو على الان في البي، لان هما كذا تانك وكل تانك هيخرج ايه؟ هيخرج على عرض بي بس، تمام؟ الكيو على العرض اللي ايه اللي المايه بتخرج منه اللي هو بي. جميل جدا. طب لو التانك ده سيركل، اتفقنا ان هو لو سيركل هي المايه هتخرج كده كده كده، فهتبقى برضو كيو على ايه السيركونفرنس، حلو؟ اللي هو كيو على ان في باي فاي. حلو. من خلال الكلام ده عرفنا ايه حته الهيدروليك لودنج. قال لك الهيدروليك لودنج دي ليها رينج، الرينج بتاعها من 150 ل 300، المفروض ان هي ما تقلش عن 150، والمفروض ان هي ايه ما تزيدش عن 300. خليني هشرح ايه الحته دي مع الايه مع السؤال نفسه. تعال نروح ايه ناخد سؤال كده بالراحه. بيقول لك هنا ايه، ديزاين ا سيركلر سيدمنتيشن تانك.
مبدئيا احنا الاسئله دي طبيعتها ان انا يا هقول لك ان ده سيركلر سيدمنتيشن تانك، يا اقول لك حاجه اسمها كلاريفاير. كلاريفاير دي معناها سيركلر، معناها ان ده سيدمنتيشن تانك ومعناه انه سيركل مش ريكتانجل، with an expected population of 34,000 كابيتا using 2 hours retention time. هو بيديك retention time بساعتين at an average flow ب 150 لتر بير كابيتا بير دي. مديك ال average water consumption ب 150 لتر بير كابيتا بير دي، مديك ال retention time ب 2 hours، مديك ال population ب 43,000. طب ايه اللي انا عايزه؟ عايز اصمم ايه التانك ده بالراحه. احنا اول خطوه اتفقنا عليها ان انا الريتنشن تايم هي موجوده جيفن معايا بساعتين. انا معايا هنا اصلا في السؤال ده مش هو مديك بوبيوليشن ومديك افريج ووتر كونسامشن، خلاص تعال نحسب ايه كيو ديزاين. الكيو ديزاين 1.4 كيو افريج، 1.4 كيو افريج دي كانت بتساوي بوبيوليشن في افريج ووتر كونسامشن قسمت على 1024 في 60 في 60 عشان اخليها متر كيوب ايه بير سكند. عايز تشتغل اي يونت مفيش مشكله، عايز تشتغلها متر كيوب بير اور، متر كيوب بير دي، ايا كان باللي انت عايزه، بس اهم حاجه تاخد بالك من التحويلات لان احنا هنعمل كذا تحويله دلوقتي. من الكلام ده انت حسبت ايه الكيو ديزاين ما فيهاش مشكله. لو ضربت الكيو دي في التايم اللي موجود عندي يديكي كيو في التايم، هيديكي الكاباسيتي. ضربت الكيو في التايم، خد بالك بقى هنا كيو دي بالمتر كيوب بير سكند، التايم ده ب 2 اورز صح؟ انا عايز احول اورز لسكند فضربتها في 60 في 60، الكلام ده اداني 750. كده حسبت كاباسيتي. يعني ايه كاباسيتي؟ مبدئيا هو التانك ده سيركل صح؟ سيركل يعني سيركل الكباستي بتاعتها او الفوليوم بتاعها هو ايه؟ عباره عن اريا في دبس. الاريا اللي هي ايه؟ باي اوفر 4 فاي سكويرد في ايه؟ في الدبس اللي هو ايه؟ الدبس بتاعها. جميل، فهنا قلت خلاص يبقى ده ان في باي اوفر 4 فاي سكويرد في الدبس. دي ايه؟ الكباستي. بعد كده قلنا عندنا حاجه اسمها سيرفيس لودنج ريت، قلنا السيرفيس لودنج ريت ده بيكون معدله من 25 ل 40، وده كميه الميه اللي بتعدي على كل متر سكوير. انا هنا فرضته ايه ب 30. السيرفيس لودنج ريت ده اصلا ليه قانون، كنا قلنا ايه ان السيرفيس لودنج ريت ده بيساوي الكيو على السيرفيس اريا. خلاص طب يبقى السيرفيس اريا هتساوي الكيو على الايه؟ السيرفيس لودنج ريت. الكيو معايا والسيرفيس لودنج ريت معايا. خد بالك بس ان السيرفيس لودنج ريت ده اليونت بتاعته بالدي والكيو ديزاين بالسكند. فانا هنا عملت حولت من الدي ليه للسكند، فضربت في 24 في 60 في 60. طب ليه ضربت مع اني بحاول من كبير لصغير؟ لان الدي ده تحت، لان دي متر كيوب لكل متر سكوير بير دي، فالدي ده تحت فضربت في 24 في 60 في 60. من الكلام ده جبت السيرفيس اريا. السيرفيس اريا دي اللي هي ان في باي اوفر 4 فاي ايه سكوير. لو تلاحظ هنا انا معايا ان في باي اوفر 4 فاي سكوير في الدبس وان في باي اوفر 4 فاي سكوير، لو قسمت ده على ده يديني ايه؟ الدبس. ده اللي انا عملته، قلت خلاص يبقى الدبس بيساوي الكباستي على السيرفيس اريا، قسمت الاثنين على بعض جبت الدبس. الدبس ده هنا ايه؟ طالع ب 2.5، ده اقل من كام؟ اقل من 3 متر. لو تفتكروا دي كان رينجها من 3 لايه؟ الدبس كان رينجه من 3 ل 5 متر، هنا طالع ايه؟ اقل من 3 متر. طب خلاص انا عايز اعمل ايه؟ عايز اعلي الرقم ده. بص ركز معايا في سيكونس التفكير، انت عايز تعلي الرقم ده عشان الرقم ده يعلى، ايه اللي يحصل في السيرفيس اريا؟ محتاج ان انا اقللها. جميل، ارجع للخطوه اللي قبليها، عشان السيرفيس اريا دي تقل الرقم ده اللي يحصل له يزيد صح؟ لو السيرفيس لودنج ريت، يعني اذا انا محتاج ازود السيرفيس لودنج ريت. انا دايما لما باجي بفكر بقعد ارجع او اقرب حاجه انا عملت لها اسامبشن اشوف هزودها ولا اقللها. خلاص يبقى وصلت ان انا محتاج ازود السيرفيس لودنج ريت، زودته خليته ب 40 بدل ما ان هو ايه كان 30. 40 هعيد نفس الخطوات تاني، السيرفيس اريا كيو ديزاين على السيرفيس لودنج ريت هجيب رقم، وهحسب نفس الكلام الدبس بيساوي الكباستي على السيرفيس اريا، قسمت الاثنين على بعض تلاقي لي 3.33 ده من 3 ل 5، اذا اوكي كده الدبس ايه ما فيهوش مشكله. انا التانك ده سيركلر، عملت اسامبشن للفاي، عملت لها اسامبشن ان هي ب 35. بعد كده السيرفيس اريا بيساوي ان في باي فور 4 فاي سكويرد، السيرفيس اريا معايا كل حاجه معايا والفاي اللي انا عامل لها اسامبشن اجيب الان. جبت ال n دي طلعت اصغر ايه من 2، واحنا المينيمم بتاعنا ب 2، خلاص هروح واخدها ب 2 وارجع اجيب الفاي. خدتها ب 2 ورجعت ايه هجيب الفاي الجديده، خدت عوضت على ان السيرفيس اريا بيساوي n اللي هي ب 2 في باي فور 4 فاي سكويرد واجيب الايه الفاي الجديده. من الكلام ده كده انت بمجرد ما جبت الدايمنشنز بتاع التانك كده انا ايه صممت التانك. عندي اتنين تشيكس، ايه اول تشيك؟ تشيك الفي هوريزونتال، في هوريزونتال كيو ديزاين على ان في باي فاي اوفر 2 في الدبس.
كل حاجة من الكلام ده معاك هتعوض دايركت، بس تاخد بالك من حاجة، دي بالميتر بير مينت اللي هو الرينج بتاعتك، دي المفروض الليمت بتاعك يكون اصغر من 0.3 متر بير مينت، الرقم ده كان متر كيوب بير سكند، فانا محتاج ان انا احول الرقم ده احوله لمينت، فعشان احوله ضربت هنا في 60، من ضربت الكلام ده في 60 اداني 0.05 اي متر بير مينت، دي اقل من 0.3، اذا تبقى ايه سيف وما فيهاش مشكله. بعد كده تاني حاجه، تاني حاجة عندي حاجة اسمها هيدروليك لودينج. ايه الهيدروليك لودينج؟ قلنا ده معدل ايه خروج المياه بره الوير، ده كيو ديزاين على ان اف باي فاي، ده اصلا هو خد بالك هو يعني انا اصلا معدل خروج المياه هو ايه، هو ان انت انا لو عندي تانك كده والمياه بتخرج من هنا، هو ما هو الا الكيو اللي موجودة على اللينس اللي المياه بتخرج منه. ايه اللينس اللي المياه بتخرج منه هنا؟ اللي هو السيركونفرنس، اللي هو هنا عبارة عن ايه، عباره اللي هو بيساوي ايه للسيركل اللي هو باي فاي، والان لان انا عندي ايه كذا تانك، فقلت كيو على الان اف باي ايه في فاي، دوت اللي هو ايه الان اف باي فاي ده، ده اللي هو بنسميه وير لينس، ده اللي هو اللينس بتاع ايه الوير، اللي هو الكيو كلمه الكيو اللي بتخرج على الايه الوير لينس بتاع الوير اللي موجود عندي. الكيو ما فيهاش مشكله قسمتها على اللينس بتاع اللينس بتاع الوير اللي هو 2 باي فاي، الكلام ده اداني كام؟ 119.7. طب الكلام ده المفروض يكون من 150 ل 300، هنا طالع بكام؟ اه خد بالك انا هنا ضربت في 24 في 60 في 60 عشان احول دي متر كيوب بير سكند عشان اخليها بردي، لان الرينج ده بردي. الكلام ده اداني 119.7، 119.7 دي اصغر من 150، طب انا الرينج بتاعي المينيمم 150، ده معناه ايه؟ ده معناه ان معدل خروج الميه هل ده بطيء ولا سريع؟ دي اصغر من 150، ده معناه ان معدل خروج الميه نفسه بطيء. طب انا عايز اسرع معدل خروج الميه ده، يعني عايز اعمل ايه؟ عايز ازود الرقم ده، عشان ازود الرقم ده الوير لينس اللي هو ده كله، يعني هنتعامل مع ده كله على انه الوير لينس، الوير لينس ده اعمل فيه ايه؟ اقلله. طب هنا في الحقيقه عشان اقلل الوير لينس بعمل ايه؟ احنا في الحقيقه بنعمل ايه؟ هاجي على جزء زي ده كده حلو، واجي اقول ايه خلاص الجزء ده وليكن الجزء ده من الوير لينس، الجزء ده انا هعمل له ايه؟ هقفله، هقفل الجزء ده هعمل له كلوزنج. طب انا احدد بقى الجزء اللي انا هعمل له كلوزنج ده على اي اساس؟ قال لك خلاص مش ده اصغر من 150، هنساوي الكلام ده بال 150 واحسب الوير لينس اللي انا محتاجه، ده اللي انا عملته، سويت الكلام ده بال 150 وهحسب ايه الوير لينس، الوير لينس اللي هو 2 باي 5، حسبت الوير لينس اللي هو 2 باي 5 طلع لي ب 60.01، ده معناه ان انا محتاج الوير لينس اللي انا محتاجه محتاجه يبقى 60 متر. طب هو في الحقيقه موجود بكام قيمته؟ قيمته 2 في الباي في 11.97، لو ضربت دول في بعض هيدوك كام؟ هيدوك 75.21، يعني اذا هو في الحقيقه 75.1، واللي انا ده اللي موجود الاكشوال اللي انت صممته. طب وانا محتاجه عشان يساتسفاي حته الهيدروليك لودنج محتاجه يكون ب 60، لو خصمت الاثنين دول من بعض هيديني ايه؟ هيديني الجزء اللي احنا ايه محتاجين نعمل له كلوزنج، الجزء ده انا اذا ده الجزء ده محتاج اقفله من الوير ما اخليش المايه دي ينفع تخرج منه. طب دي في الحقيقه اللي هتعمله كلوزنج ده هتعملها ازاي؟ يعني الجزء ده هتعمل له كلوزنج، طب ده هتعمله ازاي؟ كل اللي احنا بنعمله ان انا الجزء ده بعليه، بعلي الهايد بتاعه شويه بحيث المايه ايه ما ينفعش تخرج منه. ده اول جزء، ده ايه اول جزء. طب حد هيقول لي دي كان رينجها من 150 ل 300، طب افرض زادت عن ال 300 هتكلم عنها ايه مع الايه مع تاني جزئيه في المساله. كده عرفنا ان هي لو قلت عن 150 ايه اللي احنا ايه هنعمله. تعالى ايه ندخل على ايه بروبلم 2. بروبلم 2 هنا بيقول لك ايه؟ بيقول لك ديزاين ا ريكتانجلر سيدمنتيشن تانك براي او اللي هو برايمري سيدمنتيشن تانك وذ ان اكسبكتد بوبيليشن 320,000 كابيتا and annual average water consumption ب 250 لتر بير كابيتا بير دي وذ رومان اوف ذا ديزاين يونتس. انت معاك بوبليشن ومعاك افريج ووتر كونسمشن، هل هو الريتنشن تايم هنا هو مديهولك مش مديهولك؟ خلاص هعمل له اسامبشن. اول خطوه انا هنا عملت اسامبشن الريتنشن تايم، عملت له اسامبشن ان هو بثلاث ساعات ورينجه من 2 ل 4. انا معايا بوبليشن وافريج ووتر كونسمشن، احنا عرف نحسب منهم الكيو ديزاين 1.4 كيو افريج 1.4 في البوبليشن افريج ووتر كونسمشن على 1024 في 60 في 60، من الكلام ده حسبت ايه الكيو ديزاين، حسبت الكيو ديزاين خلاص هات الكباستي لان انت معاك الكيو من هنا جبتها ومعاك الريتنشن تايم،
خد بالك بس ان التايم ده ب 3 اورز، والكيو اللي انت كنت حاسبها دي بالسكند، فضربت في 60 في 60 عشان احول الاور دي لسكند. ضربت الكلام ده جبت الكباستي. خد بالك ده ريكتانجل. يعني ايه ريكتانجل؟ يعني لو جيت ترسمه حاجة بالمنظر ده، هو وليكن ان ده اللينس ودوت البي، هو ولي دبس، فالكباستي بتاعته بي في ال في الدبس بتاعه مضروب في ايه؟ في الان، لان هما كذا تانك كده من الكلام ده الكباستي. بعد كده السيرفس لودنج ريت اللي هو ايه؟ معدل الكيو اللي بتبقى موجود عندي كل متر سكوير، دي من 25 ل 40، انا هنا فرضتها ب 30. طب السيرفس لودنج ريت دي كانت بتساوي ايه؟ كيو على اريا. قلت خلاص يبقى السيرفس اريا بتساوي كيو ديزاين على السيرفس لودنج ريت. كيو ديزاين معايا والسيرفس لودنج ريت معايا ب 30. هنا ضربت في 24 في 60 في 60 عشان احول الدي دي، لان السيرفس لودنج ريت ده بالدي، والرقم ده متر كيوب بير سكند. فانا عشان احاول اخلي اتنين نفس اليونتس حولت الدي لسكند، فضربت في 24 في 60 في 60. الكلام ده اداني 3732.48 متر سكوير، ده اللي هو الان في ال في البي. طب الكلام ده لو قسمته على ده هيدينا ايه؟ هيدينا الدبس، لان كده كده اصلا الدبس بيساوي الكباستي على السيرفس اريا. فخلاص قلت الدبس بيساوي الكباستي على السيرفس اريا، كباستي معايا والسيرفس اريا معايا، قسمت الاثنين على بعض جبت الدبس. الدبس هنا طلع بكام؟ 3.75. ده كان رينجه من 3 ل 5، ده وزن الرينج، يبقى ايه؟ اذا ده ايه؟ تمام، ما فيهوش مشكله. بعد ما حسبت الدبس خلاص، تعالى بقى نجيب بقيه الدايمنشنز. قال لك هنا ايه؟ قال لك في التانك، في اي تانك ريكتانجل البي بيكون من 2 ل 3 دي. انا خدت هنا البي قلت هاخده ب 2.5 دي، فقلت 2.5. في الدبس، الدبس هنا ايه؟ ب 3.75، قلت 2.5 في الدي اداني 9.8375، وعملت له راوند اب لاقرب ربع متر فاخدته ايه؟ ب 9.5 متر. طب ده البي. طب بالنسبه للال، ال دي كان ليها رينج من 3 ل 5 البي، فخلاص انا خدتها هنا ب 4 البي، خدتها في الرينج الوسط، قلت ان هي ب 4 البي وجبتها طلعت لي ب 37.5. دي المفروض تطلع، لازم تطلع اقل من 50 ايه متر. مشكلتك في المحاضره دي كلها ان عندك شويه رينجات كتيره، يعني كذا رينج المفروض ان انت الحاجات دي بتكون حافظهم، اللي هو الرينج بتاع البي والال والكلام ده. ماشي، بعد كده نكمل. بعد كده الان، عايزين نحسب الان، الكباستي على ال في البي في الدي. الكباستي دي ليه؟ لان الكباستي دي اصلا هي كباستي عباره عن ان في ال في بي في دي، فلو قسمت الكباستي دي على ال في بي في دي هيديني الان. قسمت الاثنين على بعض اداني الان ب 10.47، قربتها خليتها ب 11، ودي اكبر من الاثنين اذا ما فيهاش مشكله. تمام، بعد ما حسبت الكلام ده كده انت جبت الدايمنشنز بتاع التانك وعددهم. تعالى بقى ندخل على التشيكس. اول تشيك الفي هوريزونتال. الفي هوريزونتال مبدئيا احنا في الاول كده خالص، ادي ده ايه؟ ده وليكن ان ده التانك اللي موجود عندي. خلاص انا معايا الفي هوريزونتال الكيو ديزاين على الان في البي في الدي، كيو ديزاين معايا والان معايا البي معايا الدي معايا، ضربت في 60 عشان احولها لمتر بير مينت، طلع لي برقم، الرقم ده اصغر من 0.3، ما فيهاش مشكله. بعد كده الهيدروليك لودنج هو ده اللي دايما هتلاقي فيه ايه؟ في مشكله. الهيدروليك لودنج ده بيساوي، قال لك ايه؟ قال لك كيو ديزاين على الان في البي. هو الهيدروليك لودنج ده عامة ده معدل، ده معدل خروج المية، اللي هي معدل المية خروجها للوير. فده اتفقنا من بدري ان هو بيساوي كيو على الوير لينس، ان انا لما كنت سيركل كنت بقول كيو، والوير لينس هنا كان ايه؟ اللي هو السيركونفرنس، اللي هو ايه؟ عبارة عن باي فاي في الان، لان هما كذا تانك. طب انا هنا في الريكتانجل، احنا عامة في اي تانك الريكتانجل الموضوع بيبقى كالتالي، ان انا ادي مثلا ايه وليكن ده التانك الريكتانجل، المية في الاول بفرض ان هي بتخرج ايه؟ على عرض اللي هو البي بس، فالوير لينس هنا اعتبر بتاعي ايه؟ بي. فهقول الكيو على الان في البي، قسمت الكيو على الان في البي وضربت هنا في 24 في 60 في 60 عشان احولها بدي، لان الرقم ده متر كيوب بر ايه؟ بر سكند. الكلام ده اداني 1071. طب الكلام ده اكبر من ايه؟ من 300. هل ده سيف؟ لا، ده ان سيف. طب ده معناه ايه؟ معناه ان معدل خروج الميه ده سريع قوي ولا بطيء قوي؟ ده اكبر من ده، معناه ان المعدل بتاع الميه اللي بتخرج منه ده سريع قوي، صح؟ طب انا عشان اقلل الرقم ده، الويرلنس ده ايه اللي يحصل فيه؟ محتاج ازوده. طب هل ازوده كده ولا بنزوده بسيكونس معين؟ بنفس السيكونس اللي انا مشيت بيه قبل كده بس بطريقه مختلفه. ازاي؟
مش انا قبل كده لما كان الرقم ده اقل من 150 سويت ده ب 150 وجبت الويرلنت، هعمل نفس الحركه، هساوي الايكويشن دي خلاص، اقول ان ده اكبر من 300 هاخده ب 300 الهيدروليك لودنج، واساوي الكلام ده اللي هو ده هساويه بالايه بال 300 واحسب البي. يعني انا سويت الكيو على الان في البي سويته بال 300 وهحسب البي اكشوال. البي دي ايه اللي انا ايه محتاج ان هي تكون موجوده، يعني الويرلنس ده احنا اتفقنا ان هو هيزيد، دي البي اللي المفروض ايه تبقى حقيقيه اللي موجوده عندي، وهحسب بي اكشوال. من الكلام ده حسبت البي اكشوال طلع لي 33.93، قربته خليته 34. يعني اذا انا محتاج 34 متر ده الويرلنس. طب الويرلنس الحقيقي اللي موجود كام؟ 9 متر ونص. طب خلاص يبقى انت كده هتحتاج تزود الوير. بنزود الوير بقى بطريقه مختلفه شويه. بزود الوير ازاي؟ بالراحه بقى. احنا اتفقنا ان انا البي دي البي الاكشوال اللي انا محتاجها صح؟ قال لك خلاص البي الاكشوال دي هتساوي دي البي اللي هي التوتال، مش ده العرض اللي هو البي اللي هو من هنا لهنا، ده العرض اللي هو البي. هضيف مسافتين هما اكس، هقول ان دي مسافه اسمها اكس ومن هنا لهنا مسافه اسمها اكس وانا ما اعرفش اطولها. فكده بقت البي اكشوال اللي موجوده هتساوي بي زائد اكس واكس زائد 2 اكس صح؟ جميل جدا. خد بالك هو ده بي ودي اكس، ومن هنا لحد مكمل كده هنا لحد الاخر هنا ده ال ال نفسه طويل، ال لو اقل من 50 متر، فال لسه مكمل معايا ايه بعد كده كتير. فهنا البي اكشوال بتساوي بي زائد 2 ايه الاكس. البي اكشوال انا معايا اللي هي ب 34، البي اللي هي موجوده اللي هي دي بايه 9 متر ونص معايا. طب الاثنين ثابته، الاكس هل من الكلام ده اقدر احسب الاكس؟ خلاص هعوض دايركت اجيب ايه كل حاجه معايا اعرف اجيب الاكس. حسبت الاكس طلعت لي بكام؟ ب 12 ونص متر. قال لك الاكس دي لازما تكون اقل من ال على 7، اقل من سبع اللينس. ال ال اصلا كان ب 37 ونص، اما قسمته على 7 اداني ايه 5.35. طب هي مش اقل منه؟ قال لك خلاص مش اقل منه يبقى تزود ايه الوير لينس. طب خلاص هي كده مش اقل منه. طب انا خد بالك، بس خد بالك من نقطه، انت هنا انا لما زودت الوير لينس خليته اكس، انا هنا عملت ايه؟ خليت ان المايه اللي موجوده هي كانت بتخرج من حته واحده بس، خليتها بقت بتخرج من هنا وبتخرج من هنا معاها. دي اول خطوه. طب تاني ستيج، طب دي ما نفعتش. تاني ستيج ممكن اعمل فيها ايه؟ مش المايه احنا في اول ستيج كانت بتخرج من هنا بس، اللي هو على عرض ايه؟ على عرض من هنا لهنا اللي هو بي. حلو؟ ودوت من هنا اللي مكمل كده ده اللينس اللي هو ال. اول خطوه انا رحت ضايف مسافه هنا اكس وقلت خلاص يبقى المايه دي هتخرج كده وهتخرج ايه كده برضو، عملت وير هنا وعملت وير هنا. طب افرض دي ما نفعتش هعمل ايه؟ خلاص هاجي هنا اعمل وير تاني واقول ان المايه ايه هتخرج كده كمان. طب اصبحت البي اللي موجوده عندي مش المسافه دي اكس والمسافه دي اكس ودي بي، اصبحت البي اكشوال موجوده هتساوي ادي بي وبي 2 بي زائد 2 الاكس. طب وليكن ان دي ما نفعتش، ايه الثيرد ستيج؟ قال لك خلاص الثيرد ستيج انت سامح المايه انها تيجي كده بس، لا هنسمح لها انها تيجي كده وتيجي كده. طب لما تيجي كده وهتيجي كده بقت البي اصلا اللي موجوده او الوير لينس اللي موجود عندي بقى هو عباره عن بي وبي وبي، بقى 3 بي زائد 2 اكس. طب وليكن ان الستيج دي ما نفعتش، قال لك خلاص كمل كده واعمل لي وير تاني هنا ونزل المايه منه ايه كده ونزل المايه كده، اصبحت ان انت بقيت 1 2 3 بي و4 اكس. حلو؟ وفي كل مره بنشيك ان الاكس ايه اقل من ايه من ال اللي إيه؟ على 7 اللي ايه اللي موجود عندي. تمام طيب خلينا ايه خلينا نكمل دلوقتي. انا اللي انا عملته، عملت اول ستيج ان انا المايه خرجت من ناحيه واحده ما نفعتش، بعد كده خرجتها ايه من فوق كده ومن ايه من على الجنب حاجه بالمنظر ده. طب الفيرست ترايل دي ما نفعتش، خلاص تعالى نعمل السكند ترايل. السكند ترايل ان انا ايه خلاص عملت جزء هنا قلت ان ده هيبقى وير وخرجت المايه من هنا، بقت المايه خارجه ايه بقت البي الاكشوال الموجوده او الوير لينس هي عباره عن بي وبي 2 بي و2 اكس 2 بي زائد 2 اكس. من الكلام ده البي اكشوال معايا اللي هي ب 34 والبي دي اللي هي ب 9.5، الاكس المجهوله الوحيده اللي عندي اعرف احسب الاكس. حسبت الاكس بتشيكها مع الايه مع ال على 7، هي هنا طلعت ايه اكبر من ال على 7، يبقى اذا ايه دي ايه انسيف.
تعالى ندخل على الثيرد ترايل. ايه الثيرد ترايل؟ ان البي اكشوال هتساوي ادي دي بي ودي بي ودي بي، بقت ايه 3 بي، ودي اكس ودي اكس بقت زائد ايه 2 الاكس. جميل. ان انا يعني انا ايه اللي انا عملته في السيرت ترايل؟ ان انا سمحت الميه بدل ما ان هي بتخرج من هنا بس بقت بتخرج من هنا وتخرج من هنا. من الكلام ده البي اكشوال معايا اللي هي ب 34، البي اللي هو العرض معايا، الاكس الوحيده المجهوله عندي، من الكلام ده اعرف احسب الاكس اللي هي 34 ماينس كله معايا، اعرف احسب الاكس. الاكس هنا حسبتها وقارنتها بال ال على 7 لقيتها ايه اصغر من ال على 7، اذا تبقى ايه سيف، وده التارجت ايه بتاع المساله. خلاص طالما سيف يبقى ايه. وشكرا جدا لاستماعكم.